وينضم إلينا من عمان عبر الهاتف مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر علواني للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. كيف تفسرون اغتيال الشيخ مولوي في هذا الوقت بالذات؟ أولا لابد أن نعلم أن حكومة طهران هي حكومة دينية طائفية قمعية بامتياز، والأحوال والمعاناة التي تعيشها القوميات الأخرى من عرب وترك وأكراد وبلوش شاهدة على ذلك، وحقوقهم مسلوبة ومقومات الحياة شبه معدومة، وهذا ما يدعو ودعا الناس من القوميات والمذاهب الأخرى للمطالبة بحقوقهم المشروعة. لكن للأسف فإن حكومة طهران تحت فكرة ولاية الفقيه تنظر إلى هذه الأقليات المختلفة من الناحية المذهبية والقومية وخصوصا السنية منها أنها تمثل تهديدا لنظام الحكم، ولذلك تحاول إسكاتهم وعدم سماع صوتهم أو إسماعهم، فيتخذون الأسلوب الهمجي البشع القمعي في الاعتقال تارة والإعدامات تارة أخرى، والغدر باستخدام الاغتيالات كما حصل للشيخ مولود رحمه الله، قتل لأنه كان أحد المطالبين بحقوق أهله ومدينته ومحافظته. إلى أي مدى ساهمت سياسة القمع الإيرانية هذا في زيادة السخط الشعبي لا سيما لدى المكونات القومية والعرقية في إيران؟ من المؤسف طبعا والمخزي حقيقة، ونحن في عصر التقدم والسباق العلمي وعصر التفنن في الخدمات التي تقدمها الدول المحترمة لشعوبها بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الديني أو المذهبي، نجد أن المناطق التي يسكنها أهل السنة في إيران تعتبر من أشد المناطق فقرا وترديا في الخدمات، ونسبة البطالة فيها عالية جدا ومعدل التنمية ضعيف جدا بالنسبة للمناطق الإيرانية الأخرى. يضاف إلى ذلك أن سياسة الحكومة الإيرانية في تلك المناطق هي الأكثر تشددا وقمعا للناس، وهو ما يدفع بطبيعة الحال تلك الأقليات إلى المطالبة بأبسط الحقوق. لكن للأسف حكومة طهران زادت من قمعها واعتقالها والقتل والإعدام للمطالبين بحقوقهم، وهذا بطبيعة الحال يدفع تلك الأقليات إلى الدفاع عن ذاتها وهويتها بالطرق الممكنة. نعم. حتى وصل الأمر في بعض المدن إلى تشكيل مقاومات تدافع أو مقاومة تدافع من خلالها عن هويتها، وقد زادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى مواجهات أمنية مع تلك الأقليات في مناطقهم بسبب أزمة الهوية القومية في إيران. إذن ما الذي يمنع طهران من إعطاء المسلمين السنة حقوقهم الطبيعية كباقي المواطنين الإيرانيين، ولماذا ينظر إليهم على أنهم يشكلون خطرا على الدولة؟ هذه هي مشكلة إيران في بلدها وفي البلدان التي تحاول وتريد السيطرة عليها واحتلالها، كما وجدنا في العراق، في اليمن، في سوريا، هو أن البعد الطائفي وليس الديني، البعد الطائفي وفكرة ولاية الفقيه هو الذي يدفع الحكومة الإيرانية إلى إقصاء والتنكيل بكل من لا يؤمن بولاية أو بفكرة ولاية الفقيه. فمن لا يطبق كلام خامنئي ويعتقد بولايته، كل ذلك وكل هؤلاء معرضون للتنكيل والتعذيب إلى أن يعلن من قبلهم الولاء والطاعة الكاملة لخامنئي وفكرة ولاية الفقيه. إلى أي مدى ستساهم سياسة الاغتيالات المستمرة بحق العلماء السنة في إيران في تفجير الأوضاع أكثر واتحاد هذه القوميات المختلفة ضد النظام الحاكم في طهران؟ طبعا العلماء هم الواجهة الأولى وهم الرموز في هذه المناطق، وعالمنا الإسلامي يعتبر هذه الرموز هي القدوة التي يتبعها، ولهم مكانة خاصة لما لهم من تأثير واضح في المجتمع، فاستهدافهم يعني تعدي على هذه القومية وعلى ذاك المذهب أو هذا، واستهدافهم في ظل التطورات الإقليمية السريعة والتي تشهدها المنطقة منذ سنوات، يمكن أن يكون هذا الفعل الإجرامي يحدث تغييرا في هوية هذه الأقليات، فبدل أن تكون هوية منخرطة داخل دولة معينة تكون متجهة نحو تكوين هوية وحصرا نقول هوية مناهضة لحكومة طهران، واعتقد ان هناك ازمة حقيقية وكبيرة
فيما يتعلق بالهوية القومية في إيران بسبب تسلط حكومة ولاية الفقيه وتجبرهم وقمعهم لمن يطالب بحقوق مذهبه وقوميته أصلا في ولاية الفقيه أو في دولة إيران. شكرا جزيلا لكم مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.